صحيح. طب يا دكتور خلينا كده نقلبها حلقة توعوية واسألك في أهم نقطة، الإدمان وإدمان المواقع الإباحية، دول ممكن يؤثروا على من العلاقة أسوأ الأشياء اللي احنا بنقابلها وبتعمل خلل في العلاقة بين الزوجين هو إدمان المواقع الإباحية. من الحاجات المؤسفة جدا 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 وبتهز العلاقة وبتهز أهم حاجة هي الثقة بين الزوجين، مأساة. أنا بشوف حالات للأسف مرعبة جدا وفي سن صغير. طبعا دايما بيكون في سن صغير، حاجة زي كده دايما بتكون في سن صغير، والموضوع بيبتدي معاه من قبل الجواز وللأسف بيكمل معاه بعد الجواز، ما بيقدرش يستمتع تماما بالعلاقة مع زوجته. وده زوجته بتبتدي تحس بهذا الشيء، ولو هي لاحظت او هي اكتشفت ان هو فعلا مدمن على المواقع الاباحيه ده بيعمل شرخ في العلاقه بين الزوجين. بحذر منها كل الشباب، موضوع المواقع الاباحيه ده من اخطر الحاجات على العلاقه الزوجيه، وبيدي دايما احساس للراجل بان هو دون المستوى، هو اقل من الطبيعي، لان يا جماعه ده ميكنج، ده تصنيع، دي صناعه، صناعه كل حاجه فيها مش طبيعيه. صحيح. خلاص، وبناء عليه ده من الحاجات المهمه لازم ننتبه لها في السن الصغير.